الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. هذا اللقاء سنتكلم عن تفسير حلم البقرة في المنام، فتابعونا وما تنسوا نشب اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الشخص في منامه بقرة بقرون فذلك دليل على الرزق والصحة. رؤية الشخص بقرة سمينة في منامه تشير إلى قدوم الخير والغنى. أما عن رؤية البقرة الضعيفة فهي دليل على وجود مشاكل وأزمات في حياة الرائي، وقد تشير البقرة الضعيفة في المنام إلى الفقر. وقد جاء في قصة سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، عندما رأى الملك سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان، فسرها سيدنا يوسف عليه السلام بسنوات تأتي بالخير والرزق الوفير يتبعها سبع سنوات من الفقر والحاجة. البقرة الوحيدة تفسر بالعام أو السنة، والبقرة السمينة أفضل من الهزيلة وتفسر بالخير الوفير، وسوف نوضح بكل التفاصيل عن رؤية البقرة فتابعونا. إذا رأت العزباء في المنام بقرة وكانت سمينة كان هذا يبشر بخير ورزق واسع يأتي وزواج في القريب العاجل من شاب ميسور الحال. حلوة ميسور دي، البنات كلها عاوزة شاب ميسور. هذا في حال ما كانت البقرة سمينة، أما إذا كانت هزيلة وضعيفة فيدل هذا على سوء اختيارك خطيبة أو زوج غير موفق بالنسبة للشاب. رؤية يعني لو العزباء شافت الهزيلة مش هتبقى حلوة، والشاب كذلك العكس. يعني إيه هي للاتنين، يعني للشاب الأعزب وللفتاة العزباء، حيث تشير إلى زواجه أو سعة في الحياة وسفر وترحيله من أجل الرزق وزيادة المال والحصول على المركز. يعني اللي احنا فهمناه البقر السمين هو اللي كويس، الضعيف الهزيل دي بيدل على ايه؟ على الفقر والكلام ده هو يعني. رؤية البقرة في المنام للمتزوجة من تفسير ابن سيرين إن البقرة في المنام خير ورزق وفير إذا كانت البقرة سمينة، كما تدل على الاستقرار النفسي والعائلي وكذلك المد وعلى كثرة الأبناء وصلاحهم، وتدل على البيت وغرفته الواسعة. أما إذا كانت البقرة هزيلة وضعيفة فهذا يشير إلى بعض المشاكل والصعوبات في الحياة في حياة هذه المرأة من الفقر والحاجة والمرض وعصيان الأبناء وتصلب الزوج وقسوته معا، كما تدل أيضا على الأقارب. البقرة السمينة تدل على ود الأقارب ومعاملاتهم الكريمة، وهزل البقرة تدل على حقد وحسد الأقارب وسوء معاملتهم، وقد يكون هناك مشاكل في الإرث. من تفسير الإمام ابن سيرين رحمه الله إذا رأت الحامل في منامها بقرة دل ذلك على سلامة حملها، فإذا كانت البقرة لونها سوداء أو بني داكن فهذا يبشر بمولود ذكر. أما إذا كانت البقرة صفراء فاقع لونها أو لون فاتح أبيض أو بيج فاتح هذا يدل على أن المولود أنثى، وهذه الرؤية تدل على الاستقرار النفسي ودوام الصحة، صحة الأم والأبناء، وكل هذا في البقرة السمينة. أما البقرة الهزيلة فلا خير فيها مصاعب وألام ومشاكل في الحمل والولادة. ذبح البقرة في المنام لها تفسيرات عديدة سنرد فيما يلي. إذا كانت صاحبة الرؤية عزباء فهذا ينبئ بخطوبة أو زواج لن يتم ويترك أثر سيئة في نفس صاحب الرؤية. إذا كانت صاحبة الرؤية متزوجة فهذا فأل سيء بأن هناك مشاكل زوجية قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق. رؤية ذبح البقرة للأعزب وللشاب هو زواج أو سفر أو هجرة.
ذبح البقرة وأكل لحمها صالح وخير وصلاح حال وذهاب غم. البقرة البيضاء تدل على خير الأرض وعلى الأموال والأولاد والزواج والاستقرار، وهي الحياة الطيبة. فمن رأى في منامها بقرة بيضاء فهذا بشرى من الله بالحياة الكريمة والرزق بزوج صالح أو زوجة صالحة. تفسير حلم البقرة البيضاء للحامل الأولاد والذرية الصالحة، كما تدل على نجاح الطالب واجتيازه الامتحانات وعلى تحقيق الأمنيات. رؤية البقرة قد تشير إلى الزوجة أو المرأة بصفة عامة، ورؤية البقرة ترقد خلف الشاب الأعزب دليل على اقتراب موعد زواجه، كما تدل على النجاحات التي يحققها في حياته. قطيع البقر يدل على كثرة الأموال وعلى الثروة التي سيجنيها في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. تفسير رؤية البقر الميت في المنام. رؤية بقرة ميتة يدل على قلة الإنجازات وتدل على العقبات والصعوبات التي تواجه الرأي، كما تدل على الفشل وكثرة المشاكل في منام المرأة المتزوجة. رؤية تربية الأبقار الميتة يدل على المخاطر التي قد يتعرض لها صاحب الرؤية. رؤية شرب لبن البقر يدل على كثرة الخير والثراء والغنى بعد الفقر وعلى الرزق. ورؤية حرس الأرض بالبقر يدل على الخير والنماء وعلى تحقيق نجاحات عديدة. رؤية لحم وجلد البقر يدل على تحصيل المال، والبقرة السوداء جيدة في الحلم تدل على كثرة الخير وعلى زوال الحزن والهم. البقرة الجميلة السمينة تدل على زواج الفتاة من شاب صالح وكريم وحسن الخلق، والبقرة الهزيلة تدل على سوء الحظ وقد تدل على تأخير الزواج. رؤية البقرة الكثيرة في مكان معين يدل على المرض، سواء هذا البقر من الذكور أو الإناث يجمع بينهما. إذا رأى الرجل أنه يحلب بقرة ولا تريد أن يحلبها وحلبها غيره، فقد يدل على خيانة زوجته له. إذا رأى الرجل أنه يملك بقرة وكانت حامل فهذا يدل على حمل زوجته في هذا العام. إذا رأى الشاب أن شخصا أهدى لبن بقرة وشربها فيدل زواجه إن كان أعزب أو الحصول على وظيفة مرموقة أو ترقية إذا كان متزوج. رؤية بقرة تلد هي بشرى للرجل والمرأة على السواء، فهي تدل على الزواج للفتاة، وهذه الرؤية للمرأة المتزوجة تدل على حملها قريبا. وإذا رأى الرجل أن البقرة ترضع عجلا صغير فهذا يدل على تحسين أحوال المعيشة وزيادة الراتب المادي في مجال عمله، وعلى زيادة ورعيه وتقواه واستقامته على أوامر الله سبحانه وتعالى. ولادة البقرة في المنام من الرؤى المبشرة المحمودة. رؤيا ولادة بقرة في المنام تشير إلى تحقيق الأمنيات والأحلام. أما إذا رأت الفتاة العزباء أن بقرة تلد فهذا دليل على اقتراب زواجها. أما عن ولادة البقرة في منام المتزوجة فهي بشرى لها بالحمل. دي البقرة البيضاء. تدل رؤية البقرة البيضاء في المنام على الرزق والخير الكثير الذي يأتي للرائي. قد تشير رؤية البقرة البيضاء كذلك إلى السفر أيضا. يدل حلم البقرة البيضاء على الغنى والربح المادي. إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بتناول لحم البقر ويجد طعمه لذيذ فإن ذلك دليل على الخير والرزق الذي يحصل عليه الرائي. أما إذا وجد طعم لحم البقرة سيء فذلك دليل على ضيق الحال. وقيل عن رؤية طهي لحم البقر أنها دليل على التقدم والنجاح في الحياة العملية. رؤية البلقة في البقر ترمز إلى وقت عصيب في وسط السنة. رؤية البلقة في إعجازها ترمز إلى الصعوبات في آخر العام.
رؤية البقر السمين يدل على الأعوام الخصبة، رؤية البقر الهزيل يدل على السنوات الجدباء التي لا تأتي زرع ولا ثمار ولا حصاد، رؤية تناول لحم البقر في المنام تدل على حصول على مال عن طريق حلال، رؤية البقرة بصفة عامة ترمز إلى العلو والرفعة، رؤية البقرة السمينة تدل على امرأة متورعة وتقية، رؤية البقر لها قرون تدل على النشر، رؤية البقر الحلوب تدل على نفع وخير ورزق كبير. تنسوناش بقى إخوانا بلايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا، ولا تنسوا ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الأولين على الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.